قلي غندير صافي انا غنتحر في راسي حيت الزيت فوق راسي وكملت فيه كل مره وهقدت وعقدت عقدت بحالك وكل وقعت شقفت براسي بحال كنت نشنق على راسي وتنجر ولا ما عرفتش انا كيفاش داك الشيء اللي درته ما عرفتش صافي ما عرفتش راسي كي درت داك الشيء. مدينه بجعد باهي فاطمه من مدينة بجعد الله يرحم والدين تنساعدكم بغيتي تعاونوني شوية دابا انا لحت راسي الطبيب تاعي وما عطانيش الله حاجة تنجري تعيس ما عرفتي غنعطي راسي درك مشيت للدار البيضاء فاش مشيت عدا عطيت راسي من 2016 26 في شهر 7 نهار شهر 1 في شهر 7 عطاني الرانديفو شديت تنمشي ونجي نهار 1 في شهر 7 شديت الرانديفو ولكن دابا فاش مشيت نعس ثلاثه نعسات جوج نعسات وحده نعس فيها 3 ايام وحده نعس فيها ما عرفتش 10 ايام ولا 12 يوم عافيه شهر 10 ملي خرجت دابا عطاتني شي تحاليل قالت ديريهم ولا ما باش ندير دوك التحاليل صافي عاد تعطيني تنشربو ولكن تنشري عاد بقدر القياس ديال تنقول باش نغلب عليه ما نصيب حتى تيجمعوا الكنوجو باش نصي وصافي خويا المرض ديالي دابا اين داك الشيء فاش درت واحد الريم قالوا لك عندك داك الشيء جايك من الراس دابا العصب جاي من الراس دابا ما عرفتش انا خويا ما فهمتش كيفاش دابا كاينش اللي جاني في المرض ديالي ودرك انا هذا الشيء ما عرفت انا خويا باقا حتى شويه اش غيعطوني شي تحاليل اخرين ولا يعطوني شي عمل جا ولا ما عرفتش اش غيديروا الله اعلم. ودابا انا ما عرفتش شنو هو تنقلت اخويا نزيد حتى بحاجه متنزيد ما والو عا طايحه الله عطاتي يهزوني يحطوني درك بحال هكا في الكراسه يهزوني يحطوني فيها وما عرفتش اخويا كيفاش هذا الشيء ما فهمتوش دابا انا بغيت تساعدوني شويه راه ما عنديش دابا حاجه ما عندي لا راجل خدام عليه دابا الولد راه تيقرا قاعد تيقرا بوحديتو تدير في هاد الناس تيدور منا ومنا تيقرا صافي دابا نقول معصب على قرايتو ما تلاش يقرا مزيان تيقول لي ماما راه دابا تيا مريضه انا وليت معصب عليها تحط قدامي كتاب تنبغي نحفظ ولا تنبغي نقرا تنبغي كتاب قالك تنتلف صافي ما تعرفش ندير وانا ساكنه عند الناس تندور عند الناس في تندور ما عنديش انا سكنه لا والو لا محل لا حاجه ما عندي كاع عاد الدري تيدور تنقول عند الوجوه قاعد عندهم وانا تنظر عند الناس عندهم تنظر تنقرض عند عباد الله ونظر اين الوجوه تيتفرضوا قلت لي شريو قال صايي ما عنديش باش نصي كاع راه ما عندي حتى حاجه ما عندي الا الوجوه الوالده ديالي تطيح معايا وتنوض في كل حاجه تطيح ليا وتنوض ما تلاصات ما نجبد عليا والو الوالدين تاعهم ما في حال مش ما عندهمش بقاو تيجي كاع تيهزوني تيهزوني يحطوني بحال هكا دابا تيحطوني الا بغات نتقلب خاصها تقلبني ماما ولا تقلبني وتحسني وتحطني صافي ولا يكونش تيخبط عليا خويا في النهار وفي الليل انا ما صدتش نجيب حتى حاجه شري والو عرفتي عطاني الطلبه 30000 فاش درت التحالي صيفطهم برا 30000 وملي شدوهم فاش قلبهم قال لك عندك هاد وغادي تعاجي فيه دابا انا خسر ما عرفتش شنو داكشي تنخسر ماشي تنخسروا قليل ماشي تنخسروا داكشي على الوجوه تيجمعوا لك على المحسنين تيجمعوا لك تعطيو لك فاش نشدو تنخسروا مع الوالدة تكلف لك داكشي تعطيو لي الوجوه ماشي تخسروا ودابا خويا انا مستنى باش عطيني ما بغيت انا لا ماكله لا شراب لا كس ولا صباطا اين لا الصحه ديالي اش نقلب الا ما سكرش شي محل نصيب تاني واخا عام ويحين رصي فيه ولدي ورصا معاه وين اخويا ما عرفتش انا فين دابا ما عرفتش انا فين عا ولدي تيدور تيطرفق عاد عباد الله فين هنا من هنا صافي ما عرفتش انا فين غنعطي راسي دابا ما عندي فين غنسكن ما غادي فين نقعد تندور عند الناس راه ما شهر واحد وانا قاعده في بجعه تندور عف مدينه بجعه فاش الدار ديال العروب قالت الوالدين راه عف العروب كي خارجه فيها العروب كي ما عندهمش تريحتي تدوز ليهم دابا انا تنمشي على رجلي تيمشيو على رجلي انا ما كنتيش ندير انا عادي كنت ندير النهار ولا كل نهار فين دابا على البارح جبت باكي كاره في نيكه ما بقى لقى فيها والو عام البارح اليوم دابا خويا ما عديتش الا باش نجيب حتى حاجه ما عندي باش نجيبها كاع والله جسدي كنت صحيحه ولكن نهار كتب عليا هذا الشيء عطى لي الله حسيت بالرجل الله يسرى داك الشيء طال لي ما رجل الله يسرى تمر غادي تتمرك الصبعان ديالي تطيح بهم ولي داك الشيء بقى غادي يجيب بحال التمال في رجلي غادي كاع غادي تطلع عام على عام داك الشيء زيد تنشري الطبيب ما جايين الا واحد الطبيب مشيت عنده قال لي غدير واحد العمل كاع علاش قال لي ديريه من الظهر ما نمشي قال لي علاش غندير هاد العمل ديالي قال لي من الظهر قلت لي راه الرجل مش حاسه قال لي ديريه من الظهر داك الشيء اللي درته ما عرفش صافي ما عرفش راسي كي درت داك الشيء جات عندي الوالده وقلت سات معايا تقول لك بنتي غنفرشك ونغطيك تقول لها ماما خليني اخليني صافي غنعس ونعس حتى نعس اللي صافي قلت صافي هاد الشيء غندير الا ما غديتش نبقى جالسه ما بقاش جالسه كيكون بحال هكا شي راه فين ما تفكرتني راه تبكي راه ولكن دابا ما عرفتش كيفاش درت داك الشيء تطلب يا ربي سامحني يا ربي بغيتك تسمح لي بغيتك تشافيني من عندك هاد الشيء درته كامل حقا هادي درتها ندمت فيها وتنقول كيفاش درت هاد الشيء كاع علاش درت هاد الحاله كيكون انا تنشوف راسي مرض تاعي طال فيا بزاف وانا ما عرفتش كيفاش غندير ما عرفت منين نجي والو شريت في الطبيب تاعي قلت له كيفاش غندير هاد الشيء صافي هادي كي غندير غنديها مطاحه طاعه الله وخلي حقاش انت تشوف هاد الشيء درت بزاف ماشي عشوي يعني ولكن تطلب يا ربي تسمح لي بغيتك تعفو عليا الا بغيتي من عندك صافي هاد الشيء درت بزاف.